نورث ستارز تبعت رسالة لنارين بيوتي في آخر فيديو قامت بنشره على قناتها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد آخر فيديو قامت بنشره نورث ستارز عن شرائها لسيارتها الجديدة لامبورغيني والذي ظهر فيه كذلك هات مروان، لاحظ المتابعون أن حديث نورث ستارز عن العناوين الكاذبة لفيديوهات اليوتيوبرز مقصود لنارين بيوتي، حيث ذكرت عنوان لفيديو قامت بنشره نارين على قناتها نقلنا وعشنا سوا وبالأخير طلعت قطة وتحطها العناوين نقلنا وعشنا سوا وهي قطة بالنهاية. وأيضا لمحت لفيديو آخر قامت بنشره نارين كذلك على قناتها صرت شوفيرة لامبورغيني ليوم كامل. طيب يعني مثلا هلا هذا الفيديو أنا كنت بدي أسميه اشتريت لامبورغيني، بعدين هنا ما عندهم حدا يوصلهم على بيتهم، فأنا حوصلهم حصير لهم تاكسي وحسميه اشتريت لامبورغيني وحولتها تاكسي. نحن فهل تعتقدون أن حديث نورث ستارز هو عفوي ولا تقصد به أي أحد أم أن كلامها كان موجه لنارين بيوتي؟ وهل ما زال هناك خلاف بينهم؟ أعطونا رأيكم. وأيضا نارين بيوتي تجنبت الرد كالعادة وقامت بنشر ستوريات عن سرقة الكمبيوتر الخاص بها وتجاهلت هذا الأمر. أعطونا رأيكم بخصوص هذا الخبر. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل الجرس حتى للايك حين متلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.